في عالم يضم المليارات. التقت الروحان بقدر محتوى وصنعتا معا سحرا خاصا. كانت هي فنانة هادئة ترسم غروب الشمس على لوحتها، أما هو فكان حالما لا يفارق كتابه يده. التقيا في يوم ثلاثاء ماطر يبحثان عن مأوى تحت نفس المظلة. لمست غير مقصودة ابتسامة مشتركة، وفجأة لم يعد للمطر أي أهمية. تحولت الأيام إلى أسابيع والأسابيع إلى شهور، وتفتح الحب كالزهور في حديقتها. رقصا تحت ضوء القمر وهمس الأسرار تحت النجوم، قرأ لها الشعر ورسمت هي أحلامه. لكن الأمر لم يكن سهلا دائما، فقد ألقت الحياة بتحدياتها، لكن حبهما كان حصنا منيعا، تعلما ونميا وتمسكا ببعضهما. في النهاية كان حبهما هو الذي رسم أجمل تحفة فنية على الإطلاق. قصة قلبين ربطهما القدر وكتبت في النجوم. الحب في دقيقة واحدة فقط.